انا ما غلطتش في الاول معاه، بس والله العظيم انا ماليش دعوه بموضوع الجلد ولا حررته ولا اعرف ان هو كان نقول على جلده ولا اي حاجه من دي. انا هكتب جوزي ده ولا اتفق معاه على جلده ده؟ امال مين اللي قتله؟ هو جيت له، بس انا ما اعرفش ان هو نقول على جلده. قول وصعب معذر يا سياده القدر من الجلسه اللي فاتت، وانا عاوز اكلم سيادتك عشان اقول لك انا عذر والله. انا روحت يا سياده القدر لقيت ابني مضروب كده، بقول له انت ضربه ليه كده؟ بقول له عشان قلت لك اديني فرصه اتكلم. قلت لك اديني فرصه اتكلم قدام حضرتك من اول مره اتعرضت عليها قدام حضرتك هنا انور بيه. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته محترمين اليوتيوب. حلقه هتوجع قلوب الناس، فلو قلبك ضعيف بلاش تشاهد الحلقه من النهايه. يمكن اتعودنا على الخيانات والتجرد من المشاعر الانسانيه، لكن ورده الشربيني ابو العينين اللي عندها 28 سنه تتجرد من المشاعر ولم تكتفي بالخيانه الزوجيه فقط بل تقتل جوزها؟ مش لحد كده وخلاص، لا، ده قتلت جوزها ودفنته في اوضه النوم وبنت ليه قبر كمان ومارست الرذيله مع العشيق. العشيق اللي كان محط انظار الجميع، العشيق اللي ما كانش حد متخيل ان هو ممكن يكون عشيق، العشيق اللي هو زوج شقيقه الزوج، يعني ايه؟ جوز اخت المجني عليه اللي هو المرحوم مصطفى اللي عنده 30 سنة، هو ده اللي أقام العلاقة وهو ده اللي نفذ الجريمة. هنبدأ بحضراتكم الحكاية من مركز شرطة المنصورة لما تقدم الحاج شوقي اللي عنده 60 سنة ببلاغ ضد الزوجة، وراح قدم البلاغ وكتب فيه يا سعادة القاضي أو يا سعادة الضابط أنا شامم ريحة كريهة خارجة من بيت أو من شقة ابني مصطفى، وابن مصطفى ده متغيب بقاله شهر ونص، والزوجة مش قادرين ندخل نشوف الريحة دي جاية منين، والزوجة بشهادة الشهود كل يوم بتشتري كمية كبيرة من البخور، احنا عاوزين نعرف الحدودة فين علشان يتوجه قوة من رجال شرطة مركز المنصورة للشقة المنوطة أو محط البلاغ ويفتحوا الشقة علشان يلاقوا قبر مبني من الطوب والحجر والاسمنت جنب السرير بتاع الزوجه، علشان يستخرجوا اذن من النيابه العامه بكسر هذا القبر علشان يلاقوا ما تفتكرش الجثمان كامل، لان الزوجه لما بدات تنتشر الريحه بدات انها تنقب على القبر وتكسر منه حته صغيره وتشيل بعض الاجزاء من جثمان الزوج وتحطها في كيس وتديها لمين؟ مش للعشيق، لا، ده للاب، ابوها اللي كان عارف وعنده علم بمقتل الزوج ودفنه كمان في اوضه النوم. ابوها كان بياخد يعني ما لقوش الجمجمه ولا الذراعين ولا الجزء العلوي من الزوج رحمه الله عليه مصطفى، ما لقوش غير الاطراف السفليه. طب الباقي فين يا ورده؟ الباقي رميته على الطريق السريع، مين اللي رماه يا ورده؟ ابويا. طبعا يعني يمكن قلنا لحضراتكم كده بعض الاركان للقضيه لكن هنشرحها بالتفصيل، فلو هتكمل معانا الفيديو للنهايه يا ريت تدعمونا باللايك وبالاشتراك، وده فضل من حضراتكم علشان نوصل لرحله ال 100,000 اخ واخت. ابتدت الحكاية من عند وردة الشربيني اللي اتجوزت مصطفى، قعدت متجوزاه 5 سنوات، ربنا رزقها بجوز أولاد، لكن مصطفى في الوقت ده ما كانش عنده دخل ثابت أو كان عنده وظيفة، طول النهار والليل قاعد في الشقة. هنا في مشاكل بتدوم ما بين الزوج والزوجة، لكن مين اللي كان بيتدخل لحلها؟ المحامي، المحامي اللي هو زوج شقيقة المجني عليه، والمحامي بالصدفة اسمه الشربيني. طبعا هنا الزوج عاطل قاعد في الشقة طول النهار يشغل نت وبتاع، والمشاكل بتدار ما بين الزوجة، خلاص يعني قعدت الراجل في البيت، وبيعتمد الزوج على إيجار المحلات لأن العقار كله أو العمارة اللي هم قاعدين فيها تابعة للأب اللي هو الحاج شوقي اللي عنده 60 سنة وموزع التركة على أولاده، يعني مصطفى المرحوم أنت ليك جوز محلات، أنت ليك الجراج، أنت فكان نصيب مصطفى من الإيجار أو من المدة الإيجارية كان بياخدها وبيعيش هو ووردة، لكن وردة دايما كانت مثيرة للمشاكل مع زوجها مصطفى. طيب هنا بالصدفة البحتة بقى مين اللي قاعد في الدور اللي تحت؟ المحامي،
وزوجته اللي هي زوجته اللي هي شقيقه مصطفى. فالاب طبعا يعني بني عماير في السلو اللي ماشي دلوقتي، ان اي راجل بيكبر وبيبني بيت يقول للبنات لهم شقه والصبيان لهم شقه. فهنا طبعا زوجه المحامي الشربيني جابته قاعد معاها في الشقه الدور التحتاني. فكانت دايما المشاكل ما بين ورده وما بين مصطفى رحمه الله عليه. مين اللي كان بيحل المشاكل؟ الشربيني افندي. طبعا كان، وده طبعا خطا كبير جدا، ان المشاكل المفروض تتحل ما بين الاسره، ما ندخلش حتى لو زوج الاخت لانه يعتبر غريب، يعني اللي بيربطها بيه وزوج اختنا حته ورقه. المفروض النهارده المشاكل تتحل مع الاب، مع الاخ، مع الاخت، مع الام، لكن ندخل حد غريب؟ هو ده اللي حصل بالظبط، عشان ما نطولش على حضراتكم. الشربيني بدا يحل المشاكل اللي ما بين وردة وما بين مصطفى زوجها، وهنا طبعا طب انا اهديها، طب ياخدها على جنب في اوضه مش عارف ايه ويطبطب عليها والحكايه والروايه. واحنا عارفين طبعا يعني وقت المشاكل ده ما بيبقاش حد ملتزم باللبس زي ما احنا عارفين. بدات بقى يعني تحسيسه تلميسه، كيمياء ولعت في الدوره، اخذ رقم تليفونها، بدات المكالمات، طب حقك عليا، طب نصالح مصطفى، طب مصطفى مش راضي، طب تعالي على نفسك المره دي. وهنا طبعا بدات الزوجه اكتر من مره تقول له لا يا شربيني، لا يا شربيني، لازم تعمل لي قضيه خلع، لازم ترفع لي قضيه طلاق. طب خلاص بتعالي اشربي كوبايه شاي عندي واهدي، خلاص يعني المكتب بتاعه في الشقه اللي هو ساكن فيها تحت. وهنا طبعا ما فيش حد يشك ان ممكن يكون زوج الشقيقه يكون عشيق في يوم من الايام. هنا طبعا بدأت العلاقات المحرمة تدوم ما بين الشربيني وما بين وردة. طب كانوا بيعملوا ايه في مصطفى عشان يلتقوا بالعلاقات دي كلها؟ لان طبعا زوجة الشربيني قاعدة في الشقة تحت، مش هينفع يجيب وردة عنده، فكان بيطلع لها فوق. فكانوا دايما بيخدروه، وبعد ما يتم تخديره خلاص بينشئوا العلاقات المحرمة، والكيمياء تولع في الدورة ويروح ينزل شقته على انه جاي من عند موكل او من المحكمة، والدنيا كانت ماشيه زي الحلاوه. بدأت بقى يوم مصطفى يحس، يشعر، يشك الحاجات دي كلها، لحد ما المفعول اللي كانوا بيحطوه في الشاي لمصطفى ما عادش بيأثر فيه. طب عملوا ايه بعد كده؟ جم بقى في اليوم اللي هم خططوا فيه بمقتل مصطفى. يمكن وضعوا ليه كميه كبيره جدا، مش علشان التخدير، لا علشان يقتلوه، وبالفعل نجحوا واتبعوا خطوات الشيطان. حطوا كميه كبيره جدا من المخدر في كوب الشاي وشربوا مصطفى زي ما كان متعود من ايد مراته، وعلشان كده توفى مصطفى من جراء المخدر. طب هنعمل ايه في الجثه؟ طب هو مات، يعني اللي احنا فكرنا فيه وصلنا له، بس ما فكرناش ان احنا ازاي نخفي جثمانه. بدات الزوجه طلعت بقى يعني قدام الناس تجيب رمل وتجيب طوب وتجيب اسمنت، واللي يسالها تقول لها، تقول له ده انا بعمل تعديلات في الحمام. بداوا ان هم بملابسه وشالوه هم الاثنين، وبنوا حفره او قبر في قلب اوضه النوم، على غرار انه هيعدي ما فيش حد بيقدر يدخل الشقه، وخلاص هيعدي مثلا سنه واتنين تكون الجثه اصبحت رماد ورفات، وبعد كده ننقلها في اكياس وخلاص. طيب ما الناس هتسالك يا وردة ومكانك في الزنزانة ومكانك في حبل عشماوي، الناس هتسألك مصطفى راح فين؟ كانت مجهزة كل حاجة. طبعا الأب سأل، معلش يا بابا ده مصطفى، انت عارف المشاكل اللي بيننا وما بين بعضنا، انا فوجئت لقيته مجمع هدومه وملابسه ومشى، قعد يومين برن عليه تليفونه مقفول، فوجئت ان هو بعت لي رسالة ان هو في الإمارات. يعني ايه في الامارات يا بنتي؟ من غير ما يقول لنا ومن غير ما يقول لك انت كمان. قالت له يا بابا انا زي حالتك بالظبط، مصطفى في الامارات. طب يعني، طب ما فيش اتصال، ما فيش تواصل، ما فيش اي حاجه، فات اسبوع، فات اتنين، فات ثلاثه، وكل ما الاب والام والاخوه يسالوا ورده فين مصطفى يا ورده، تقول لهم انا زي حالتكم بالظبط، ده هو لسه مكلمني بقاله ساعه وبيطمن عليكم ومحروج انه يكلمكم عشان هو سافر من غير ما يقول لكم. طيب مفيش اي تواصل، طيب احنا ابا، احنا ابوه، احنا امه، طب يتواصل، طب ادينا رقمه، طب ادينا، تقول لهم انا هو كل شويه بيتصل بيا من الكبائن او سنترالات او محلات على الطريق، لان على ما يعدل ظروفه ويشتري موبايل ويشتري خط، فهو دايما يتصل بيا من ارقام مجهوله. وهنا طبعا الريحه بدات تظهر من الشقه، وكل ما ريحه تظهر من الشقه كل ما ورده تنزل تشتري كميه بخور كبيره جدا وتولعها في الشقه، لحد ما الناس كانت بتتخنق مش من ريحه المتوفى، لا الناس كانت بتتخنق من ريحه البخور. هنا طبعا تشكك الاب والام والاخوه، وهنا خلاص طب الريحه دي ما عندك ايه؟ احنا مره نشم ريحه عطر او بخور، ومره نشم ريحه كريهه. هنا بدات الزوجه بقى تحس انها تتكشف امرها، بدات انها تفحر
او تكسر مثلا قلبين طوبه ولا حاجه او حته صغيره كده من القبر، وبدات كان خلاص الجسم تحلل بقى تمام، بدات انها تاخدت الجمجمه واخدت الذراعين واخدت المنطقه العليا من الجسد بعد ما اتحللت وبقت وفات، بدات انها تحطها في اكياس سوداء وتحط عليها شويه تراب وتديهم لابوها. ابوها كان ياخد الاكياس كانت تنزل له في السله، وكان ياخد الاكياس ويطلع بيها على الطريق الدائري ويرمي الاكياس، وهنا شرعوا ان هم ينتهوا من رفات الزوج كله، لحد ما اتقدم الحاج شوقي ببلاغ لقسم شرطة المنصورة وحكى لهم على الوضع، بس ما كانش متخيل ان ابنه يكون مقتول، يعني كان متخيل انها ربطاه مخبياه، شكوك دارت كتيرة قوي في عقل عمي شوقي، علشان كده اتحركت لجنة من وقوة من مركز شرطة المنصورة علشان يدهموا البيت ويلاقوا الجثمان واستصدار إذن من النيابة العامة علشان يشوفوا إيه اللي داخل القبر، وفتشوا القبر كله يعني كسروه وما لقوش غير بعض العظام من رجليه وبقية الجثمان مش موجود. الجثمان من ده هي اعترفت وانهارت بكل حاجة. قضية طبعا بعد ما ادعت إن هو سافر الإمارات قضية وجعت قلوب الناس كلها، من زوجة خاينة يمكن تجردت من مشاعر إنسانية ما اكتفتش بالخيانة الزوجية فقط، كتبت نهاية مأساوية لزوجها أبو ولادها بالاشتراك مع العشير ودست له السم وزي ما حكينا لحضراتكم. لكن الأب هو اللي شعر وحس بالغريزة غريزة الإبوة إن ابنه جنبه مش ابنه في الإمارات، ودي اختلاقة من الزوجة. كواليس كتيرة قوي دارت في القضية وتقدم طعن في محكمة النقض لكن تم رفض الطعن، ودي صورة اعتذر قدام حضراتكم دلوقتي الصورة لتقديم الطعن باسم وردة الشربيني واسم الشريك أو المتهم الثاني اللي هو الشربيني أبو العينين إبراهيم اللي هو المحامي. اختلقوا قصص كتيرة جدا لكن ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد، ربنا بيمهل ولا يهمل، ربنا ما حكمش على نفسه بالظلم عشان يحكم به على عباده. طبعا بعد ما تولوا بقى يعني دفن الجثمان من اغرب الاعترافات والاقوال للزوج والعشيق ان هم كانوا بيمارسوا العلاقة المحرمة بجانب جثمان المتوفى الى رحمة الله مصطفى، وساعات اوقات لان هم طبعا كانوا بينين القبر كده كأنه يعني مصطبة، الناس الفلاحين بقى اللي زي حالتنا هم اللي هيعرفوا المصطبة دي، وكانت بتحط عليه مرتبة او حاجة كأنه يعني مثلا ايه ركنة للراحة يعني، فكان اوقات كتير قوي بيمارسوا العلاقات المحرمة فوق المقبرة بتاعت المرحوم مصطفى رحمة الله عليه. طيب هنا بعد ما اتقدم مذكرة النقض والطعن بالنقض والحاجات دي كلها درجات التقاضي تم رفض مذكرة النقض واتحكم على المتهمة والعشيق اللي هو المحامي بالإعدام الاثنين، يعني الاثنين أخذوا إعدام وتم التنفيذ كمان في كنف المتهمين، وبنقدم كتير نصايح وان احنا نتعلم من اخطاء الغير مهما يكون الحرام حلو يا جماعة، فالشيطان هو اللي بيزينه للناس دايما، الحرام بفلوس والحلال ببلاش، يعني شوفوا الصلاة الصوم كل الاقترابات لربنا سبحانه وتعالى بتكون بدون جهد وبدون مبالغ مالية، إنما المحامي حب ان هو يسحب العشيقة لان دايما كان في مشاكل دايما بينهم وبين بعضهم، فهنا طبعا يعني ضغط على الوتر حساس بقى انها محتاجة فلوس محتاجة مصاريف محتاجة كلمة حلوة، فالحلال أبقى من أي حاجة، ودايما بنقدم حلقاتنا علشان نستفاد منها. أقفلوا أبوابكم على أنفسكم، يعني مفيش حد غريب يحل مشكلة سواء بقى زوج أخت يعني ابن عم ابن خال، لأن الإيمان ضاع، فطالما الإيمان ضاع فأكيد الأمان مش هنلاقوا له وجود نهائي. أصدر الستار على القضية وتم تنفيذ حكم الإعدام على الاثنين، وكانت قضية مشهورة جدا 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 في مركز ومدينة المنصورة المحامي العشي اللي هو تم إعدام المحامي العشي والزوجة وردة الشربيني، واللي دفع الثمن يمكن هو الأولاد.
الاولاد مصطفى. مصطفى رحل الى دار الحق واحنا ما زلنا في دار الباطل، والام اللي هي الزوجه اتعدمت، وده كله علشان ايه؟ علشان شويه كيمياء يولعوا في الذره. فلو وصلتوا معانا لنهايه الفيديو فيعني احنا بنشكر كل حباب اللي تواجدوا والمشاهده للنهايه، ونتمنى انضمامكم لينا للقناه عشان تكبر بيكم وبافضلكم علينا. نورتونا بجد وشرفتونا، كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.